يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم فقرتنا الرياضيه المتعودين عليها كل يوم من برنامج دنيا دنيا. حكون معكم اليوم كوتش احمد عرقات، حكون مع اليوم كوتش علاء بدر، يسعد صباحك. حكون معي كوتش لون الحصري، يسعد صباحك كوتش. اليوم حنقدم لكم فقره رياضه حنستخدم فيها البارات، معنا 3 بارات. اللي ما عنده بار بالبيت بيقدر يستخدم اي عصايه بالبيت او عصايه الشاطئ، ما في اي مشكله. طبعا حنلعب اكثر من تمرين بنحرك جميع اجزاء الجسم، حنعمل شويه كارديو. حنبلش نمسك البار، بلش ميزك. طبعا احنا عاملين عمليه الاحماء وجاهزين، يفضل انكم تحموا منيح قبل، بلشوا لمده 5 دقائق او 6 دقائق. تقريبا جميع اجزاء الجسم اليوم بالبار، تمارين حتكون قويه. نعمل شولدر بريس، نسرع شوي. هلا نمسك البار، نعمل بايسبس سريع. نعلي الميوزك شوي. هنعمل طبعا 5 تكرارات. هلا نحط البار على ظهري، هنعمل تمرين سكوات، ننزل للاخر جيب ونطلع 15 تكرار سريعات. 4 هتشوفوني من الجنب، كوتش علاء قلونا من قدام. 8 9 10 5 مور 1 2 3 4 5. هنعمل ستوب، هنرجع هون اجين، نسرع شوي. طبعا تمارين اليوم كلها بتعتمد على السرعة، ما في اوزان بس تكرارات عالية. نرجع اجين شولدر بريس 4 5 6 7 8 9 10. هنرجع اجين بار على ظهري، هنعمل كمان 15 تكرار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 more. 1 2 3 4 5. هلا اجين هنرجع نعمل بايسبس، برضه حتشوفوني من الجنب، بس هلا قولونا من قدام. Let's go. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 more. 1 2 3 4 5. طبعا ما حرية، حننزل هون نعمل upright roll. 1 2 go. 1 2 3. طبعا التمرين هون بحرك لنا مفصل الكتف. 7 8 9 10. 5 more. 1 2 3 4 5. ريح شوي، بعد راح تحط البار تحت، ريح لي شوي يمين مرة. 9 رجع شوي البار لورا. هلا هنعمل شوية كارديو مكاني، حرك رجلي، أكيد الهارت ريت رفع عنا، نبضات القلب. هلا ببلش مكاني هون جومب، هنفتح رجلينا مرة لبرا شوي هون. هلا حبلش احرك ايدي. رجلي انا
ناخذها بتيزر لقدام. هنعمل ستوب. هاخذ رجلي مره يمين شمال. هلا الهارت ريت حيرفع عنا بشكل عالي. شوي شوي واخذ نفس. نحاول نفسها شوي. كوتش بلاش نحمى. هلا هنوقف. هفتح رجلي سوم سكوات ونعمل جمب. فور همشي ننزل سكوات نعمل جمب. بعد هون بنحسب عضلات رجلينا وطر شبس. هلا هنعمل طالع فوق مع جام. هنعمل هاي مي لبرا يمين شمال. 1 2 3. طبعا اللي بيلعب معنا هلا اكيد الهارت ريت ارتفع عنا ضغط قلب. هلا لقدام مره يمين مره شمال مع جام. هلا خلينا نحمى. هلا اجيت نعمل ستوب نرجع نعمل جمب مكان جمب خفيف ما ارفع ارض كثير. خذينا على الجنب يصير جهد اعلى ننزل شوي اكثر. اجين هاي مين لبرا. بلاش نحس بالتعب. هلا لقدام. هلا نعمل ستوب. جيت نرجع شوي شوي ناخذ نفس. ريح رجلي ريح ايدي. هلا هنرجع اجين نعمل جمب. عضلات رجلينا من هون عم يشتغلوا الأمامية عضلات الهيبس. نعمل ستوب عم أهلي هون مين شمال. هون الإيزو أوبشن عم نورجيكم. هلا قدام مع جوم. هلا نعمل ستوب. هنعمل اخر جوم مع كوتش لونا الإيزي أوبشن. احنا انا وكوتش هلا حنطلع على الارض. نعمل ستوب مكاني احرك الجهه على الخفيف. باخذ نفس كثير. تمام مره. هلا حنرجع نمسك البار حقين. نريح رجلي شوي. البار على ظهري. هنعمل اخر تمرين حنحطه معنا. هننزل سكوات خفيف اطلع 5 تكرارات. 2 3 4 5. هلا حنعمل سكوات هاي نيز مره يمين مره شمال. 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل ستوب نجيب البار لقدام. 1 1 2 3. هنعمل 7 تكرارات. 4 5 6. وهذا تمرين بركز عضلات الشولدر. 7. هلا حنرجع اجين بار على ظهري. حنعمل اخر 10 تكرارات. هاي نيز 1 2 3. حنستنى شوي. 4 5 6
6 7 8 9 10. نرجع again. Upright ball. Shoulder press. 1. 6 كرات. 2 3 4. 2 more. 5. Last one. 6. هلا احنا بدنا نستوب. ناخذ نفس. هيك بكون خلصت معنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا استمتعتوا فيها. استنونا ثلاثة الجاي بحلقة رياضية جديدة بيوم رياضي جديد. يسعد صباحكم. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا لحتى يوصلكم كل شيء جديد.